مشاهدينا الكرام، معنا من اسطنبول سيد فراس رضوان اوغلو الكاتب والباحث التركي. مرحبا بك سيد فراس. اذا واشنطن تحذر انقره من مغبه اختبار جديه ترامب بعد الرسوم التي فرضتها انقره على المنتجات الامريكيه ردا على رسوم ترامب. كيف تقرا التحذيرات الامريكيه وما مدى جديتها؟ اعتقد ان التصعيد بين كلا الطرفين قد ياخذ منحى نوعا ما نحو التصعيد، ولكن يعني اعتقد ادى ايضا رساله التي جاءت من السيد تشاوشوغلو بان حل الازمه مع الولايات المتحده الامريكيه هو بسيط جدا، ولكن الاداره الان هي غير متفاهمه او غير متعاونه، ولذلك اعتقد ان الحلول السياسيه دائما تركيا تطرح الحلول السياسيه. وقبل ذلك السيد ابراهيم كومن تنصف باسم الرئاسة الجمهورية قال الرسوم الجمركية المضافة على البضائع الأمريكية لابد منها بالفعل، وإلا لا يمكن لدولة آسية أن تقبل أن يكون هناك فعل ولا يكون لديها ردات فعل، ولذلك لابد من تركيا أن تتخذ هذه الإجراءات الاقتصادية، وهي ليست مبدأ حرب بين كلا الطرفين، ولكن هذا ربما من التمهيد السياسي لترك الأبواب مواربة للعودة في حل الخلاف، ولكن هناك نقاط جوهريه معروفه انا وربما الخلاف السياسي بين كلا الطرفين هو اساس المشكله وليس الاقتصاد، اضافه الى نقطه اخرى اعتقد ان تهديدات السيد ترامب لتركيا او الكلام من قبل ناطق البيت الابيض او النائب الرئيس الامريكي اعتقد هي لن تاتي كلها مع تركيا، خصوصا ان هناك طيب سيد فراس من اوروبا. نعم، حتى الآن لا تزال أنقرة يعني مسيطرة على هدوئها، ما نقاط القوة التي ترتكز عليها تركيا وقابلية الحلفاء الجدد لإنقاذ الاقتصاد والليرة التركية من خسائر، لا سيما أن الليرة قد شهدت تحسنا في اليومين الماضيين؟ طبعا من السياسة الاستراتيجية العامة لتركيا لا تريد أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية، هذه شراكة طويلة جدا ليست وليدة اليوم، إضافة إلى تشابك كثير في المصالح بين كلا الطرفين، هناك اختلاف بين كلا الحليفين، ولذلك تبقى كثير من الأمور حتى الآن لم تطرح على الطاولة بين كلا الطرفين، أي إغلاق ملفات كثيرة مشتركة بين أنقرة وواشنطن، ولكن أعتقد السياسة الهادئة لابد أن تكون سياستك هادئة عندما يكون المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العظمى في العالم، إذن لابد أن يكون هناك تكتيكا هادئا جدا، وأيضا لابد أن يكون هناك أيضا خطة استراتيجية. هذه الخطة والمناورة البحث عن يعني حلفاء جدد بعد لقاء ماكرون، واليوم وهناك لقاء لأردوغان أيضا مع المستشارة الألمانية ميركل في نهاية شهر أيلول المقبل، هل يمكن أن تسهم هذه الأزمة في تسريع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ هذا لا أعتقد أنه سيسهم كثير في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن سيسهم أكثر في تقوية الشراكات التجارية بين كلا الطرفين والاقتصادية، لأن كلا فرنسا وألمانيا وحتى بعض الدول الأخرى مثل بلجيكا وهولندا وحتى اليونان لديهم استثمارات كثيرة جدا في تركيا، واليوم كان هناك ربما تصريحات من الاقتصاديين أيضا في بروكسل بأن أي اهتزاز بالاقتصاد التركي هو اهتزاز مباشر للاقتصاد الأوروبي، وأيضا أعتقد أن السيد تشاوشوغلو عندما قال تركيا تبقى قطعة من أوروبا يعني هذا أن التكتل الأوروبي سيكون ضد التكتل الأمريكي أو ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال أصبح هناك تنافسا اقتصاديا، لأن جزء لا يتجزأ تركيا من أوروبا وإن كانت خارج الاتحاد الأوروبي، وأيضا المشترك بين قاسم المشترك بين كلا الطرفين أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت عفوا فرضت رسوما جمركيه ايضا على الدول الاوروبيه، وهذا كله بين الحلفاء نتكلم، لم نتطرق الى روسيا والصين التي لا تعتبر حلفاء، ولذلك ممكن لتركيا اعتقد ان يكون لديها مناورات اكثر، ولكن في النهايه تبقى اعتقد تركيا تريد المحافظه على هذه العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه. اذا اخيرا باختصار لو سمحت، كيف تستشرف وتتوقع نهايه هذه الازمه بين تركيا وامريكا؟ يعني ما المشروعات المتوقعه اذا ما اصر كلا الجانبين على رايه؟
أعتقد أن هذه الأزمة ربما ستنتهي في وقت قصير، يعني ربما قد تشهد توتر في المسألة المقبلة، لأن لا يمكن التراجع بين كلا الطرفين نتيجة تأزم العلاقة، ولكن أعتقد أن بعد ذلك سيكون هناك حل، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية لديها مصالح كبيرة جدا في المنطقة، وأيضا تركيا لا تستطيع بشكل كبير أن تتخلى أو بشكل قطعي عن الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول فراس رضوان أغلو الكاتب والباحث التركي.